جوه كنيستي، جوه كنيستي في صليب دايما في ايد ابونا. ابونا بيستخدم الصليب في كل خدمته، يعني مثلا بيرشم بيه القرابين والبخور، وبيدي بيه السلام للشعب، ويمسكه اثناء قراية الانجيل واثناء الوعظة، وبيقدس بيه ماء المعمودية، ويدي بيه الحل من الخطية، ويبارك بيه العروسين في صلاة الإكليل، وحاجات تانية كتير. واستخدام أبونا للصليب ده ليه كمان معاني كتيرة، منها إنه إشارة للسلطان اللي اداه ربنا للكاهن، وإن الكاهن وكيل ربنا على الأرض. يعني أبونا مش بيعمل الحاجات دي من نفسه، إنما بيعملها بربنا، وإن البركة بتيجي من ربنا بالصليب. ولما أبونا بيستخدم الصليب في خدمة المذبح، ده بيأكد لنا إن عبادتنا وتقديماتنا بتكون مقبولة من خلال الصليب، وإننا بالصليب بقينا أولاد الله، وإن الصليب بيمثل حضور ربنا إلهنا الحي اللي ادانا الحياة. الله، كنيستي دي جميلة فعلا، أنا بحبها جداً.